بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، على بركة الله وحفظه تتواصل أشواط هذه الأمسية، الأشواط الرئيسية، حيث نتقدم بأحر التهاني إلى مؤسسة هجن الرئاسة على اختطاف ريماس لشوط البكار المفتوح، ونتقدم كذلك بأحر التهاني لهجن الشحانية على فوز البصير برمز القعدان المفتوح. فتهانينا والناموس للمؤسسات العملاقة ولجماهيرها في كل مكان. هكذا تتواصل أيها الأعزاء والحفل الكريم في هذه الليلة العاصفة وهذه الليلة التاريخية لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. تهانينا لكل الفائزين، وتستمر عجلة المنافسة شوط يليه الآخر في ليلة تاريخية في مهرجان تاريخي، مهرجان ختامي الوثبة، حيث حضرت الشعارات، حضر الملاك من كافة أنحاء الخليج، وأتوا من كل فج عميق قاصدين هذا المهرجان السنوي الكبير. والنقطة في هذا المهرجان بتسوى وتعني الشيء الكثير لملاك الهجن. فتهانينا والناموس لكل الفائزين في الأيام الماضية، كما نتمنى التوفيق لعموم المشاركين فيما تبقى من أيام لهذا المهرجان. ونتجه أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، ومن تسيطر على المقدمة في هذه اللحظات تصل في هذه اللحظات لهجن الرئاسة. تعزيز على مقدمة الشوط من هجن الرئاسة، انضم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم تعزيز على المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني، ومن تصل على المركز الثاني في هذه اللحظات النادرة. لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان المضمر الصادق فضل الأمين في عملية التضمير، وتليها على المركز الثالث تصل هجن العاصفة في هذه اللحظات وفي هذا النداء مع متعبة لهجن العاصفة أو الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المركز الثالث، بينما دور المركز الرابع. ومن تصل على المركز الرابع مطيلة على المركز الرابع لهجن الشحانية، يضمرها جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين. وننتقل للمركز الخامس، وهجن الرئاسة تصل بقيادة سعيد بن مظفر العامري على المركز الخامس في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. هذه النتيجة وهذا هو ندائنا الأول في هذه الأشواط الرئيسية وهذه الأمسية المشهودة التي تزعمت هجن الرئاسة رمز البكار، وتزعمت هجن الشحانية شوط القعدان المفتوح، وهناك أيضا حصد النقاط وإثبات الوجود في هذه الأمسية، أمسية الجداع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. ميدان الوثبة غير في هذا العام، منافساته، أجوائه، أجواء العيد والأجواء المطرية التي صاحبت هذا المهرجان. إذن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول على الصدارة، ومن تحتل مقدمة الشوط ما زالت هجن الرئاسة على المركز الأول على صدارة الشوط، مع تعزيز بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم ريماس وخطف معها الكاس في هذا المساء. يقدم أيضا الأسماء القوية في شوط يليه الآخر، وتتواصل الأشواط، وتتواصل أيضا الأسماء القوية المرشحة لانتزاع الأشواط الرئيسية في هذا المساء. بينما الشاهينية تصل لهجن العاصفة العملاقة، هجن العاصفة وتاريخ هجن العاصفة على المركز الثاني بقيادة غياث الهلالي. أوه، نشوف المركز الثالث، تصل في هذه اللحظات شواهين لهجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المجازف 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 على المركز الثالث مع شواهين هجن الرئاسة. بينما مطيلة على المركز الرابع لهجن الشحانية بقيادة برنس المضمرين، جار الله بن محمد بن عقيل، وهات لي المركز الخامس يا مخرجنا العزيز. المركز الخامس تصل فيه متعبة لهجن الشحانية، أيضا أيضا بقيادة البرنس، جار الله بن محمد بن عقيل يقدم متعبة.
على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. نعود إلى مقدمة الشوط ونقترب من العد التنازلي لمعرفة بطلة هذا الشوط في هذا المساء، في هذا المساء المشهود، في هذا المساء التاريخي، من هنا من عاصمة الميادين، أعرق الميادين في الخليج، وهو ميدان الوثبة، ومن أقدمها تاريخا وأيضا عراقة في كل الميادين. نعود إلى مقدمة الشوط. الكيلو وين عن خط النهاية يا السادة المضمرين؟ نداء وأعلان للسادة المضمرين المتابعين والمسايرين لهذه الهجن المنطلقة في هذا الشوط. ما زالت المقدمة مع هجن الرئاسة، مع هجن الرئاسة، تعزيز على مقدمة الشوط بقيادة الوهيبي، العملاق الوهيبي، من قدم ريماس وقدم هملولة وقدم العديد والعديد من الأسماء. هذا هو العملاق يحضر في هذا الشوط مع تعزيز على المركز الأول. هجن الرئاسة تفرض السيطرة مع العملاق الوهيبي على هذا الشوط حتى هذه اللحظات. ولكن يا عملاق دير بالك، الشحانية، العاصفة، الرئاسة، هذه الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان وشعارة تراها بالعين المجردة تقتحم المقدمة في هذه اللحظات باحثة عن نقطة رئيسية في هذا المسار الرئيسي. ولكن تعزيز، ولكن تعزيز ما زالت تستميت وتقدم الكثير والكثير على المركز الأول على صدارة الشوط. تعزيز لهجن الرئاسة بقيادة العملاق الوهيبي، تصل مطيلة، تتسلل مطيلة لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. بو محمد يقدم مطيلة على المركز الثاني ويقدم متعب أيضا في هذا الشوط، ولكن تصل في هذه اللحظات وتتسلل في هذه الأثناء هجن الشحانية. إذا لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى التغيير الذي طرى وجرى. شواهين الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بدأ الانطلاق، بدأ التحليق، بدأت المعركة، بدأت في هذه اللحظات الجهود من المضمرين. شواهين هجن الرئاسة المجازف، متعبة، متعبة الشحانية، متعبة الشحانية، أيضا هجن الشحانية قادمة مع الشبل جابر بن سالم بن فاران، من تسللت في هذه اللحظات إلى المركز الثاني لهجن الشحانية. لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. إذا شحاني ولا رئاسي، هجن الشحانية تسيطر باسمين. يا سلام، بدأ الانطلاق، بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون، قادم لا محالة، قادم لا محالة، ولكن مطيلة، ولكن مطيلة. هجن الشحانية، هجن الشحانية فازت، فازت، وثنائية شحانية مطيلة، وأيضا لهجن الشحانية مع الشبل وكذلك وكذلك البرنس. شحاني اللون هذا الشوط بثنائية شحاني عنابي. سلام لهجن الشحانية، سلام، سلام بن عقيل، سلام، تهانينا والناموس على فوز مطيلة بناموس هذا الشوط، والتهاني للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث شواهين لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع نيابة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس تعزيز لهجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. التوقيت الزمني للحظة وصول مطيلة إلى خط النهاية، التوقيت 9 دقائق بدون ثواني، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز مطيلة بالمركز الأول، والتهاني للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني لهجن الشحانية قطعت المسافة في 9 دقائق، ثانية واحدة بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. شواهين تحتل المركز الثالث، قطعت المسافة في 9 دقائق، ثانية واحدة، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجن الرئاسة، والتهاني لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تتواصل الأشواط، وأنقل الكلمة والميكروفون للزميل حمدان الجحافي.